بلا ضوابط، بلا قواعد وبلا أسقف. هكذا سيكون رد حزب الله إن شنت إسرائيل عدواناً واسعاً على لبنان. لم تنهي دوائر القرار في تل أبيب قراءة رسائل الحلقة الأولى من فيديو الهدهد، حتى عاجلها الإعلام الحربي للمقاومة بفيديو آخر تحت عنوان لمن يهمه الأمر، تضمن أهدافاً جديدة ورسائل عديدة، أبرزها تلميح حزب الله إلى امتلاكه صواريخ نقطوية. فما هي مميزاتها؟ تعد الصواريخ النقطوية جزءاً لا يتجزأ من الترسانة العسكرية للدول المتقدمة، تتميز بقدرات استثنائية تجعلها فعالة جداً في تنفيذ مهامها، تصيب أهدافها بدقة متناهية، احتمال الخطأ فيها يكاد يكون معدوماً، تمتلك قدرة على المناورة وتغيير مسارها وتجنب الاعتراض، وقادرة على اختراق الدفاعات الجوية، تنفذ مهامها بكفاءة في الأحوال الجوية السيئة التي قد تعوق عمل الأسلحة التقليدية. تلميح حزب الله إلى امتلاكه صواريخ نقطوية ليس مجرد تطور تقني، إنما يعد تحولاً نوعياً في موازين الصراع مع إسرائيل، ويحمل رسائل ردع واستعداد في الوقت عينه تجاه أي تصعيد، ويؤكد التمسك بخيار مساندة غزة حتى وقف العدوان عليها، ويضع تل أبيب أمام خيارين، إما التفكير ألف مرة قبل شن عدوان على لبنان، وإما حماقة تعيدها إلى العصر الحجري.